معجنات كده لطيفه تنفع للمدرسه وتنفع للشغل وللبيت يعني. بس دايما بقول المدرسه اول حاجه علشان بس ايه سندوتشات من الاخر يعني تعتبر كده. بس من ايه بقى؟ من بواقي الجبن اللي عندنا يعني. انا عندي شويه جبنه رومي على موتزاريلا على شويه لانشون. بص الخلطه دي يعني تبقى بواقي حاجات عندنا كده. جبنه بيضه لو حابه، اي بسطرمه ماشي، ايه تاني؟ اي حاجه، اي بواقي عندك من الجبن هنستعملها. ماشي اهي. ايه العجينه بقى؟ عندي هنا 3 كوبايات دقيق، نص كيلو، هاخد معلقه سكر، معلقه خميره، معلقتين لبن بودره، هناخد ربع كوبايه من الزيت او معلقتين من السمن. تمام. بيضه، بيضه او اتنين يعني. انا بحط ليه بقى؟ انا ليه بيضه او اتنين؟ ممكن ما استعملهاش على فكره، ولكن انا بغذي العجينه بتاعتي يعني بخليها ايه قيمه غذائيه اعلى. فهاخد هنا وحابه تعجني بشويه لبن كمان ممكن. تمام كده. هاخد معلقه خميره كبيره، شويه سكر، لبن بودره عندك من كوبايه، من معلقتين لنص كوبايه، وايه تاني؟ وبيضه، بيضه او اتنين، تمام، وربع زيت ورشه ملح. وعايزه تعجين حطي لبن، حطي، مش عايزه يبقى ايه ممكن ميه. من غير عجان ولا حاجه، مش مستاهله. تمام. معانا ايمان، اهلا وسهلا. شويه كده يا ايمان، هي مجرد ما ثابت معاكي من بتاع شويه انتهى الموضوع. بصوا بقى، بغطي بالبلاستيك طبعا علشان ايه يخمق. لازم يعني شوف، ما تجيش غير بالعين الحمراء، ازعق لها تمشي عدل. ومعايا الحشوه، الحشوه دي انا ممكن احط لها شويه زيتون كمان عليها. وبعدين بقى زي ما اتفقنا بحب ازود اي قيمه غذائيه، الزعتر، الزعتر فظيع اهي، شويه زعتر كده حلوين، يا رب تحبوه والاولاد يحبوه لان هو حلو جدا جدا جدا. قال لهم كده ماشي، يلا كله نفخ برالينو، يلا بينا على اوضه، نقى فصل كده من الفصول فاضي، وراح ايه قال لهم كل واحد يرمي البالونه بتاعته جوه الاوضه دي. راحوا رامين البالونه جوه الاوضه، راح ايه، بص انا عملتها ازاي دي، رفيعه كده بالشكل ده، وابدا احط لها خلطه من دي. ما الاوضه اتملت بلالين، 50 بالونه جوه الاوضه. قال لهم بقى طلعهم كلهم بره، وقال لهم دلوقتي كل واحد يدخل جوه الاوضه دي ويجيب البالونه اللي باسمه، هو اللي هياخد الجايزه اللي هيجيب البالونه باسمه. تمام.